الأمين الجامعة العربية للسعادة الصحية، جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. نحن أنا والد إيناس، أنا بكري علي محمد نور، والد إيناس بكري علي محمد نور. الحقيقة بين شعبي وادي النيل هنالك مشتركات كثيرة. لماذا نحن هنا في مصر؟ ولماذا غيرنا الكثير من يطلب الطب والسياحة والدراسة في مصر؟ لا شيء يعني يغلى على الظمأ أو عندكم وعن الجنة عندنا. فالحمد لله عندما وصلت لعيادة الدكتور هاني وجدت كم من هائل، كم كويتي وكم من اليمن وكم من السودان وكم من السعودية وكم هذا من تعالج ورجع من فلسطين ومن العراق. فكأنما وجدت نفسي في جامعة الدول العربية الصحية. وعندما سألت عن هذا الكادر اتصلت بأحد الإخوة من كفر الشيخ اسمه أحمد أبو إسلام، قلت له كنت أريد أن أذهب إلى إيطاليا. قال لي أنا ابني إسلام جاي من إيطاليا وسيدخل على الدكتوريوم 19/3. ف يعني وجدت من أوروبا يأتون إلى مصر. لأنها تعد من أكبر العمليات في العالم. فاستشارني الأخ دكتور هاني عبد الجواد، يقول لي لأنها يستفاد منها في التجربة البشرية. فالرجل يعني يريد بهذا الخير أن لا ينقطع بعد، يعني يريد أن تكون أجيال وأن تتناقش وأن تستفيد منه التجربة الطبية. فالعملية تعتبر من أكبر العمليات كما يقول في العالم، وقد تكون على نطاق البشرية يعني.